بعض الصور التي وصلت إلى غرفة الأخبار والتي تشير إلى اعتراض إسرائيل لمجموعة من الصواريخ التي أطلقت باتجاه إيلات. إذن كما نشاهد إياكم صفارات الإنذار إذن تنطلق، وكذلك القبة الحديدية تعترض مجموعة من الصواريخ التي أطلقت باتجاه إيلات عبر البحر الأحمر. إذن بالتأكيد يأتي ذلك في سياق التداعيات الجارية في البحر الأحمر التي تتصاعد، وتقول أيضا جماعة الحوثي أنه أصلا كل هذا الحراك الذي تقوم به في البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.